أهلا مرحبا فيكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في حلقة جديدة والأخيرة من برنامج سبيد. هذه الحلقة راح تكون خاصة لبانوراما عن سيزن 5 بالكامل، راح نسترجع فيها الذكريات وأهم الضيوف وأيضا أهم الأحداث والقضايا التي تم طرحها من خلال هذا البرنامج. في البداية رحب معي بالزميل عبد الله. يا مرحبا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا عبر قنوات الكاس الرياضية، رحب فيكم في آخر حلقات برنامج سبيد من هذا الموسم. كان صراحة الموسم رائع وجميل ومثير في جميع البطولات المختلفة، المنافسات كانت جدا قوية. كل شيء راح نسترجع أنا بس ما قال زميلي عبد الله المسلماني في حلقة اليوم، ولكن أخي عندي لك سؤال. دام الحلقة الأخيرة خلنا نخسر بعض، قول أنت ليش لما تصور سناب تصور على جنب؟ يا أخي صور سيدة. شوف، ولكن أنا قلت لك المثل، شفت النسر هالأمريكي؟ عرفت صح؟ يطلع حول صح؟ بس على جنب يطلع. فأنا أشوف نفسي على الجنب أحلى. لا تشوف وجهي، إذا شتي بتشوف وجهي تشوف كبر وجهي. بس يعني ارتحتي ولا شو؟ لازم أسأل. تفضل خلاص. أكيد مشاهدينا من خلال هذا الموسم شفتوا معنا أهم وكثير من الضيوف المهمين في برنامج سبيد، وأيضا طرحنا العديد من القضايا. لكن لو نسترجع احنا برنامج سبيد نبقى في اول حلقه تقريبا او ثاني حلقه لما قلت لك عن موضوع الكركم او موضوع البزار او شيء كذي، تذكر؟ ما ابي اذكر. تذكر؟ انا اذكر ما ابي اذكر. ليش تميت ساكت وطالع الكاميرا؟ صدفني صراحه لانك ابهرتني. ابهرتك مع الكركم وايف، اعطيتك بهارات. يعني. حلو حلو جميل. زين انت ماسك سؤال ثاني ولا نطلع نخلي الحلقه؟ تفضل خذ راحتك. اكيد اكيد. زين انا قلت لك حنخسر بعض الحلقه. شو تحس فيه لما لبست الالوان هذه في الشتاء الثياب؟ اذا مشاهدينا نغير الموضوع في حلقه اليوم وندش اي الوان. لحظه، الالوان الشتويه اللي كنت البسها؟ لا حلوه، حرام عليك. بعدين ليش كنت تتصلي قبل الحلقه تقول لي انا بلبس اليوم بلبس تكرمون جوتي ولا بلبس نعال؟ عشان يا اخي عشان نطقم نكون بروفيشنال على الهواء، ما يشرب وانت بكرامه وانا العار وانت بجوتي. حبيت انه يكون الديكور كله مناسب للحلقه. لازم حتى اليوم كاب ما في. حلو، اتبع ذكرك من قبل اللحيه شلون كنت؟ راح تشوفون عبد الله ان شاء الله بدايه تغيير بعض. شلون التغيير صار لما كان بدون لحية لما حين وصلنا لمرحلة تغيير زين نطي. أوكي، تشوف نفسك في أول حلقات. راح نبدأ معاكم ونسترجع ضيوف أو أهم ضيوف برنامج سبيد الموسم الخامس. إذا تكلمنا عن شاب قطري طموح وإعلامي متميز ورجل أعمال ناجح، إذا دمجنا هذه الأمور راح تتعرفون على الشخص وضيف الثاني لبرنامج سبيد في هذا التقرير. اليوم بسعدون بنتعرف على الوجه الرياضي الآخر. المشاهد تعود يشوفك في البريمير ليج، في الشامبيونز ليج، كرة القدم وغيره. اليوم نبي نتعرف على بسعدون مع السيارة. الآن العلاقة مع جينيسيس مختلفة، مع أودي كانت علاقة براند امباسادور أو سفير علامة تجارية. مع جينيسيس الوضع مختلف، عبارة عن شراكة لدعم ريادة الأعمال، سواء مشاريع أنا الشخصية في ريادة الأعمال أو المشاريع القطرية. يمكن أنتم تعرفون أن توجه كبير في قطر صار حق كثير من الشباب نحو ريادة الأعمال وتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة، وهالشيء جدا مهم لأنه يلعب دور رئيسي في استقرار أي اقتصاد على مستوى العالم في الدول المتطورة. فمن هالجانب جات فكرة الشراكة. حلو. وإحنا الآن نستعد لإطلاق إن شاء الله برنامج من 10 حلقات راح يبث في يوتيوب بالتعاون بيني وبين جينيسيس لدعم وخدمة رواد الأعمال على مستوى قطر بإذن الله تعالى. ضيفنا اليوم هو أسطورة، والأسطورة تلقب لرجل لا يتكرر، صاحب إنجازات في عالم الراليات وأيضا بطل أولمبي. هذا الرجل هو يعتبر من أبرز وأهم الشخصيات القطرية الرياضية. بطلنا اليوم وهو أيضا دائما وأبدا عودنا على الإنجازات الدولية والمحلية، الرجل هو ناصر بن صالح العطية.
الحمد لله يعني اليوم دولة قطر يعني معروفة بالرياضة ودائما هي يعني من الأوائل والحمد لله. ذكر حلمي من زمان يعني من الصغر حاب إني أفوز بهذا الرالي والحمد لله يعني سعيت بفضل الله وثم سيدي سمو الأمير بدعمه لتحقيق هذا الإنجاز يعني 2011 من بعدها حققنا في 2015 والحمد لله يعني الحلو إن الاستمرارية في مجال هذه الرياضة رياضة السيارات. نعم. يعني الحمد لله أنا الوحيد العربي والخليجي والقطري اللي فاز وكسر القاعدة في هذه الرياضة. رحبوا معنا بمحمد الدرويش ويوسف الدرويش أبطال وسائقين دراجات نارية. أهلا مرحبا فيكم معنا. أهلا مرحبتين. طيب في البداية محمد راح أسألك عن أنت عارف مثلا صاحب خبرة في هذا المجال في مثل هذه الرياضات محتاج توجيه وأيضا محتاج دعم معنوي، هل أنت اخترت ليوسف هذه الرياضة أو حبا منه وهواة منه أنه يتابعك منه صغير لعالم الدراجات النارية؟ والله هو حبا منه من الصغر يعني كان وايد متعلق في الدراجات يعني حتى نومه ينام على الدراجة يعني بدون توجيه منك هو بنفسه رغبة منه أنه يدخل بس أنت درج وهو في حلبات فرق. أي نعم كمستقبل الحلبات مستقبلها أفضل من الدرج يعني أنا مثل ما تقول الحلبة بيوم فتحوها هني في الدوحة أنا كنت شوي كبير عليها يعني كبير في العمر حلو. فهالنوع من الرياضات اللي هي الحلبات تحتاج من الصغر يعني خلينا نقول من 10 سنين يعني 10 سنين عمر مناسب إنه يبتدي يسوق دراجات في حلبات. أنا يعني بديت مع أبوي من الصغر من عمري 4 سنين كان دائما يركبني مع الدراجة ونطلع. أنا إذا كنت ترقد فوق الدراجة ما إذا طلعتنا طويلة أنا أتعب ولا مع الدراجة ما عندي مشكلة. بس ركوب دراجات الحلبات كنت أركب يعني مع كل بداية 11 سنة شيء بديت إني أسوق حلبات كنت أدرب مع ديفيد سلوم بدرب من إسبانيا ودخلت بطولة واحدة في إسبانيا اسمها كوباريخو حاولت إني أقدم أكثر شيء قدرت بس تواجهنا مع مشاكل خفيفة والحمد لله طلعنا على المركز الرابع. طيب. معانا البطل العالمي جوش شيهان. First of all, I would like to welcome you in Qatar and speed up program. Thank you. It's great to be here. It's my first time and everyone's welcomed me. It's been a good time. أن تكون معنا في الاستوديو المدربة الإسبانية أندريا. يا مرحبا فيك أندريا في برنامج سبيد وفي الدوحة، ولكن راح أبغى معك في الأسئلة كيف حبيتي رياضة الدراجات النارية بما أنها تعتبر جزء ما أنها رجالية أكثر من نسائية. نعم هذه رياضة رجالية ولكن بالتأكيد انتشرت هذه الرياضة بشكل واسع وأصبحت رياضة متوازنة بالنسبة للرجال والسيدات. أعتقد أن هذه الرياضة تجري في دمي منذ صغر سني وهناك شغف كبير بهذه الرياضة. I
إذن قبل ما نرجع نتكلم عن هذا التغيير نحب ننوه ونذكر على أي تعليقات أي مقترحات أي شيء تبغونه من برنامج سبيد أي شيء كله في إنستغرام برنامج سبيد سبيد أندرسكور الكاست متواجدين معاكم على 24 ساعة يوسف طبعا هذه المقترحات عبد الله أيضا راح تكون بإذن الله للموسم القادم صحيح أي أشخاص عندهم خلنا نقول هواية وعندهم حب للسيارات يقدرون يتواصلون معنا حق الموسم القادم إن شاء الله وأي مقترح حابين تطرحونه لبرنامج سبيد السيزن السادس بإذن الله راح يتم دراسته وأخذ الإجراءات اللازمة فيه بس عبد الله مع يعني الفلاش باك اللي شفناه من التقرير شو استرجع لك بأمانة يعني تحس إن هاي كلها صار أمس يعني عدد الضيوف ما شاء الله أكيد ضيوف كثار كانوا معنا لكن لما نتكلم عن ناصر العطية لما كان فايز بطولة دكار واحدة من ومش أهم بطولة أصلا على مستوى السيارات في العالم وفي الراليات لما تستقبل أبطال الدراجات النارية منهم شيهان اللي عمل عرض كبير محمد سعدون الكواري الإعلامي الكبير عندنا يعني بأمانة كانوا مش ما بقول إنهم ضيوف بصراحة كانوا قراب لنا كأنهم زملاء في سبيد نوجه لهم تحية وإن شاء الله إن في كل سيزن يكون معنا ضيوف رافعين علم قطر في إنجازاتهم بإذن الله صحيح نوجه لهم تحية جميع ضيوفنا اللي يطلعوا في التقدير واللي أيضا ما طلعوا في التقرير كلكم نعطيكم ألف عافية على قبول الدعوة من برنامج سبيد إن شاء الله الموسم القادم الموسم السادس من برنامج سبيد أما الضيوف نفسهم يكون في إنجازات جديدة لهم أو إن شاء الله يكون في إنجازات أكثر وضيوف مختلفين في جميع مجالات السيارة والدراجات النارية عبد الله بس لحظة يوسف لحظة في تعليق وما خليها بقلبي والله قاعد تقول ويهي شفت خدك إيش متكان في التقرير أول أيام لا قال لسان كان وزني زايد كنت قاعد أتمرن كانت عندي بطولة بس أنا بسألك سؤال يوم كنت لابس الثوب الشتوي الرصاصي في شيء مهم كنت ناسي تأخذه معك إذن مشاهدينا تكلمنا عن قضايا كثيرة في برنامج سبيد في هذا الموسم خلينا نشوف أبرز هذه القضايا يتم حجز السيارة بناء على طلبات أو المخالفات المرورية المسجلة على المركبات موقعنا في درب الساعي موقع ثابت ما تطمس للمركب اللون كامل احنا كل يوم الصبح نقعد على المكتب تجيك إحصائية البارحة توفى اثنين توفى واحد في دراجة وهذا يؤلمنا طبعا السرعة اللي راح تكون فوق 80 راح يتم رصد مخالفتها وتسجل عليها المخالفة نسبة حق المخالفات اللي تعدي حجز المركبات نبتدي من المخالفات البسيطة لما تتطرق للمخالفات الجسيمة في البداية عندك التجاوز من اليمين نعم مخالفة الموقف المعاقين مخالفة إظهار أصوات صوت مزعج في المركبة نعلى شوي فيها المخالفات اللي هي القيادة برعونة وعدم احتراز عندك صياغة المركبة من غير رخصة قيادة مشروع لأنه عبارة عن مشروع مشترك ما بين عدة جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة ما بين الهيئة العامة للسياحة وزارة البلدية والبيئة وزارة الداخلية مختلف أذرعها مثل إدارة أمن الجنوب إدارة المرور الأخوية هيئة أشغال الاتحاد القطري للسيارات والدراجات شركة كيو سبورت اللجنة الأولمبية القطرية وغيرهم من الشركاء مشروع العنة طبعا موجود في منطقة سيلين وهو على امتداد مساحة 6 مليون متر مربع يغطي 6 مناطق اللي هي منطقة السيف منطقة التخييم منطقة حلبات البطابط منطقة الدراج ريس وعندنا منطقة السوق ومنطقة المشب اللي هي القرية التراثية كل منطقة طبعاً لها امتيازات معينة أو ترتيب معين بالنسبة للتجهيزات هذه عندنا في الإدارة العامة المرور موضوعة في الخطة من ضمن جدول زمني نعم. يتم الترتيب لهم بوقت كافي أيضاً بالنسبة لموقعنا في درب الساعي موقع ثابت الحين تقريباً للسنة الثالثة وكل سنة يتطور أكثر من العام احنا ما نمنع أن الكل يحتفل وبطريقته اللي يشوفها مناسبة بشرط أنه ما
ما يخل بالنظام. مثل بالنسبة للسيارات في نقاط مهمة جدا ضروري أنه لازم صاحب المركبة ينتبه لها، عدم طمس اللوائح الأمامية والخلفية، عدم تغطيتها بالأعلام، عدم وضع استيكرات أو لأن هذه اللوائح ممنوع الاقتراب منها. المركبة لازم أنك تبين لي جوهر المركبة، اللون الجوهري للمركبة، ما تطمس لي المركبة اللون كامل. الكل يعرف عن سيلين أنه متنفس كبير، العدد كبير من أهل قطر والمقيمين فيها. صحيح. يستانسون فيه ويتمتعون بالبحر وبالبر في نفس الوقت، هاي اجتمعت ميزتين مع بعض. الجو الجميل الآن يجعل الكل يتوجه هناك، لكن في بعض الممارسات الفردية، خلينا نقول فردية من بعض الشباب. سمينا مميت الرائد جبر ذيبة لأن في حوادث ما زالت تصير من بداية الموسم. الواقع يقول أن في شباب وايد راحة، وحتى هذا الموسم يعني في كل موسم معنا نشاهد شباب يروحون. بصراحة وإحنا ما نقبل هذا الشيء أنه يصير، وما نرضى أن أرواح شباب تروح في موسم الكل مفروض يستانس فيه. صحيح. وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور شال لها الهم، وإحنا نحاتي الإحصائيات. يعني تخيل إحنا كل يوم الصبح نقعد على المكتب تجيك إحصائية، البارحة توفى اثنين، توفى واحد في دراجة، فهذا يؤلمنا طبعا. العمل وجهد كبير من الإدارة العامة للمرور، لكن الأخطاء الفردية هذه يطلب لها نصح ويطلبها تعاون من جهات كثيرة. عدة جهات موجودة هناك، متنفس طبعا سياحي موجودة، هيئة سياحة موجودة، وزارة البلدية والبيئة موجودة هناك، وزارة الشباب والرياضة موجودة. الكل لازم يتكاتف ويعطي البديل لهالشباب اللي موجودين هناك. طبعا الرادار الحديث يعمل بالأشعة تحت الحمراء بدون الفلاش الضوئي، يتم إعدادات ضبط إعدادات السرعة بناء على سرعة الشارع، مثل ما هو عندنا هنا موضح أن سرعة الشارع 80، فالسرعة اللي راح تكون فوق 80 راح يتم رصد مخالفتها وتسجل عليها المخالفة. ايضا يوجد بها اللي هو تقنيه انها تصوير المركبه في نفس المسار اللي فيه الدوريه. حلو. ايضا المسار المعاكس يتم اصطياده ايضا. زين، هل هو هي السياره تمشي بس وهي واقفه ولا لا؟ لا، السياره تمشي الدوريه ماشيه بعد مصيود على المسارين، وانت مر على الدوريه مصيود. صحيح. بس انا راح اعرف ولا من خلال مطراش؟ بيوصلك الرساله عن طريق مطراش. سريع بعد في الخدمه ولا؟ اي ما في انا. وهذا اللي هي رساله توعويه ان السرعه ما منها خير، السرعه اللي اكثر من 140 ما منها خير. إذن هذه كانت أبرز وأهم القضايا التي تم طرحها خلال الموسم الخامس. طبعا نوجه شكر لإدارة المرور وأيضا لهيئة أشغال، والله الحمد في الكثير من القضايا عبدالله مشاهدين تم طرحها من خلال برنامج سبيد، وتم أخذ الإجراء اللازم سواء من قبل إدارة المرور أو حتى من هيئة الأشغال. والله الحمد أيضا نحب نشكرهم على تعاونهم الدائم عبدالله، منهم دائما يجيبون لنا الضيوف المناسبين لطرح العديد من القضايا. كنا معاكم في اليوم الوطني وحتى حق الموسم كامل في سيلين. أيضا هيئة أشغال كانت معنا أول بأول من خلال افتتاح الطرق الجديدة في دولة قطر. حلو عبدالله أن نكون إحنا نقول أن الصوت المسموع في للشباب والمشاكل اللي تصير، وأيضا عندكم أي مشاكل أي مقترحات أحب أذكر عشان بس يكونون على يعني أول بأول معنا في إنستغرام البرنامج سبيد أندرسكور الكاس. إذا في مشاكل، إذا في قضايا حابين نطرحها، قضايا إحنا مثلاً غفينا عنها تبغون نطرحها مرة ثانية، فشوفوا على الشاشة سبيد أندرسكور الكاس على طول في الدايركت، ذكرونا أو حابين
او ترسل لنا ايميل، كل شيء موجود عبر التواصل الاجتماعي في الانستغرام. وحلو ان نكون في، وحلو عبد الله ان يكون في تواصل بيننا وبين الجمهور عشان نعم. نوصل صوتهم ايضا صحيح. عبر طبعا برنامج سبيك عبد الله، اكيد كثير من الناس حاولوا انهم يتواصلون على الانستغرام خلال الفتره اللي طافت، اللي كان حاب يشارك واللي كان حاب يكون معنا في تحدي جو سبيد. نعتذر منهم لان اكيد تعرفين المشاهدين ان كان عندنا التزام مع العديد من الضيوف، فان شاء الله ان خلال الموسم الجاي نلبي طلبات الكثير. فمن الان تقدرون تحطون مقترحاتكم وايضا ابرز القضايا اللي تحبون احنا نطرحها من خلال برنامج سبيد، واكيد اداره المرور دائما فاتحه ابوابها للجميع، او حتى من خلال هيئه اشغال واهم الاعمال التي تقام في الطرق، تجهيزات ايضا لكاس العالم باذن الله 2022. وانا متاكد عبد الله ان في الموسم القادم باذن الله راح نجيب الضيوف ممكن في نفس الجهات عشان نتكلم عن الانجازات اللي ما خلصت، راح تكون مخلصه في الموسم السادس، راح نتكلم عنها ايضا باذن الله في سبيد موسمه السادس. دعونا في برنامج السيارات، نحب السيارات، خلينا نشوف ابرز السيارات لهذا الموسم. لكسس اطلقت سياره سبورت ملقبه ب LC500، في منها الهايبر وفي منها البترول. لأول مرة في قطر والشرق الأوسط شركة BMW تدشن السيارة الجديدة كليا، سيارة The 8. هالمرة راح نتكلم عن الجيل الثالث لسيارات الـ CLS، هالمرة بتكون 53. عبد الله جربنا سيارة فراري وماكلارن، كانت في منافسة بسيطة بيننا في هذه التجربة. تبي تشوف ايش سويت في الماكلارن؟ تبي تشوف ايش سويت في الفراري؟ نتعرف ايضا مع المسلماني في التقرير الجاي على سيارة الاودي Q8. يوم معنا شركة الفراري سيارة بورتوفينو الإيطالية الصنع، تعتبر من أحدث السيارات من شركة الفراري. أخيراً تروفيو 2019، هالسيارة تكلمنا عنها في الاستديو، حطينا عنها تقرير، لكن حالياً هي موجودة معاي.
اليوم انا عندي بنتلي بونتياغا، وانا عندي اللامبرجيني اورس، اول سياره اس يو في من شركه بنتي بقوه 600 حصان. ولكن السياره اللي عندي هي ثاني سياره اس يو في من بعد فشل اول سياره من بعد 24 عام، جاتنا الاورس ولكن ب 650 حصان. معنا اليوم سيارة جديدة ولأول مرة في أسواق قطر من شركة البورشة، الشركة اللي دوم تخصص أجدد سياراتها وأبرزها لبرنامج سبيد. نكتشف أسطورة مرسيدس بنز جي كلاس 2019. إذن هذه كانت أبرز السيارات وأفضلها اللي كانت في برنامج سبيد. بس في سيارة أنا كان خاطر إني أشوفها، سيارة الميني عبد الله. تحدي الميني كوبر. بيني وبينك. كان عندنا تجربة في مقارنة بين الميني كوبر الكوب وأيضاً اللي تعتبر الاس يو في، لكن هاي تعتبر السيارات اللي أخذناها من أهم السيارات اللي تم طرحها من خلال البرنامج. أيضاً كانت هي تعتبر في أول تدشين لها في دولة قطر، فتم اختيار هذه السيارات بعناية، وكانت تقرير جدا جميلة في أجواء رائعة. كان عندنا بعض المقارنات، ولكن بإذن الله سيزن الجاي إن شاء الله عبد الله راح يكون في أحلى وأحلى من كل اللي شفناه خلال هذا الموسم. لاحظت زقلت؟ شنو لاحظت؟ أنت زقلت. ولكن يا عبد الله بعد ما نخلص فقرة السيارات يمكن عدينا كلمة ولكن في تقرير اللي طاف كان أوكي. اسمع. خلصنا السيارات. لا. راح نشوف معاكم. ترى بزعل وبطلع. على هوا بزعل وبطلع. أوكي. ولكن إن شاء الله إنك ما تزعل. مشاهدينا أيضا من خلال برنامج سبيد عودناكم إن إحنا نكون في أهم المحافل الدولية على مستوى العالم لمعارض السيارات، وكنا أيضا في تغطية خاصة لمعرض جنيف وأيضا معرض باريس. متابعة. أهلا وسهلا برنامج سبيد 5، نرحب فيكم بمعرض قطر للسيارات 2018 واتر كاستم شو 1 لأول مرة في قطر، كشف حصري لأول مرة في الشرق الأوسط عن سيارة BMW X5 الجديدة، كاميرا سبيد 5 حتغطي السيارات الجديدة اللي عندنا حصريا على سبيد 5. انتظرونا. شركة جاكوار تستعرض عضلاتها بمعرض باريس الدولي بسيارة اي بيس الكترونية 100%. اي نعم 100%. السيارة ما لها خص بالبترول، السيارة هي اللي تنافس تسلا. كيو
بدايه 2019 السياره اللي سميناها الهجوميه الشرسه، الشراسه نلاحظها من ملامح السياره والتصميم اللي اضافته شركه اودي على كيو 2019. شركة مرسيدس تميزت بالإعلان عن الوحش الجي ال اي في برنامج سبيد دائما نكون متواجدين في أهم الفعاليات. بنتلي تحتفل بعامها المائة من خلال معرض جنيف للسيارات لعام 2019 وتكشف عن أجدد سياراتها. Continental GT Convertible. تحتفل بتيم بيركن بإحياء ذكرى في سيارة Continental GT Limited Edition. الكشف عن سيارة فالكيري 003 اللي فيها 1000 حصان وهي V6. من السيارات اللي تم الكشف عنها لأول مرة في معرض جنيف هي سيارة اللامبورغيني هوركان إيفو سبايدر. إذن هذه كانت أهم المعارض سواء على مستوى العالم من جنيف وباريس وأيضا معرض قطر الدولي للسيارات وأيضا كنا في كاستم شو من خلال خلنا نقول في معرض المعارض في الدوحة. العديد من السيارات اللي كانت تتم طرحها لأول مرة على مستوى العالم والكشف عنها من خلال سواء معرض جنيف أو حتى في معرض باريس، واحنا دائما كنا السباقين لاخذ هذه السيارات واهم المعلومات الخاصه في كل سياره. عبد الله، تواجدك في معرض باريس وتواجدك في معرض جنيف، نعم، شنو ابرز السيارات اللي صدق تقول هذه السياره دشت في خاطري؟ شوف عبد الله، في سيارات كثيره اكيد، لكن لو نرجع حق معرض جنيف، سياره الفالكيري اللي هي الاوستن مارتن، هاي تعتبر تحفه للامانه، سياره ليمتد اديشن تعتبر من الاقوى في العالم. المكلارن أيضاً طرحوا سيارة تعتبر أقوى في تاريخهم، هاي بتكلم كقوة،
كجماليه في السياره انا ما راح اقدر اقول لك ان في سياره حلوه او معينه يعني حلوه اكثر من الشلبي بالنسبه لي. عرفت؟ ايضا معرض باريس كان يمتاز بالسيارات ايضا اللي تم الكشف عنها لاول مره، سيارات فخمه. كنت اسولف مع البي ام، يعني تخيل وصلنا لمرحله ان السياره تتواصل معك بالصوت. ف مجبس دياي يعني مجبس لهم قاعد تدور في باريس. يعني شوف احنا من خلال المعارض نكتشف ان دائما الشركات في تطور مستمر، سواء على مستوى السيارات السوبر ستار او حتى السوبر كار او حتى في السيارات خلينا نقول الفخمه او الشركات العالميه الكبيره على مستوى العالم. سياره الكيو 8 ايش رايك فيها؟ طبعا انا عندي صراحه هذه السياره والبنتلي جي تي احلى السيارات جميله جدا. البنتلي شفنا ايضا هم يحتفلون معاملهم المئه من خلال طرح سيارات لاول مره عندهم في شركه حركه قلب الشاشه مع اللي عجبك عبد الله منهم يفتخرون في تاريخهم. يعني شفنا ان السيارات الليمتد اديشن او حتى السيارات اللي اول مره يعرضونها في البنتلي حاطين فيها قطعه خاصه لسيارات قديمة. من تاسيس شركه البنتلي، وهذا الشيء اللي دائما يميز المعارض العالميه، وهذا الشيء اللي يرفع ايضا اسعار السيارات ويخليها ليمتد اديشن، ان الواحد لما يبغى يشتري هالسياره تكون 1 of 1. فعندك هذه السياره ما حد عندنا نفسها، تميز حتى لو في شيء بسيط انت راح تكون عندك السياره 1 of 1. اذا مع معارض او معارض العالميه للسيارات خلونا نوصل للفقره الامتع من برنامج سبيد هذا الموسم، فقره التحدي والاثاره ما بين ضيوفنا اللي كانوا موجودين. قبل ما نتوجه حق جو سبيد، ايش رايك في فكره جو سبيد؟ ايش رايك في تحدي جو سبيد مع المنافسه اللي كانت مع ضيوفنا؟ للامانه هاي التحدي هو اللي خلنا نقول خلق منافسه من المتسابقين او حتى من الاعلاميين وحتى خلنا نقول من الممثلين عندنا. للامانه في هذه الفقره يعني استقبلنا اهم او ابرز الضيوف، سواء في عالم كره القدم من اللاعبين، سواء في عالم الاعلام، وحتى على مستوى سائقين السيارات وايضا السوشيال ميديا مسرح. للامانه كان تحدي جدا جميل، واحده من اجمل وامتع الفقرات عندنا. لكن عبد الله مشاهدينا نوعدكم ان شاء الله الموسم الجاي ايضا في ناس وايد حابين يشاركون كانوا في هذا التحدي، نوعدهم ان شاء الله ان على الموسم الجاي عندنا مفاجآت احلى لهذه الفقره. بس اذا عندكم اقتراحات من العاب من منافسات ما بين الضيوف اقترحوا علينا وراح ندرس هذه الافكار في speed_الكاس. اي افكار اي مقترحات اي منافسات بإذن الله راح نشوف الانسب لبرنامج سبيد في الموسم السادس، وراح نطبق الانسب في هذه المنافسات. الحين خلونا نطلع ونشوف ابرز برامج او ابرز فقرات جو سبيد. خلونا نرحب بضيفنا المميز لهذا اليوم وهو عاشق للريان ومشجعين نادي الريان يحبونه. مرحبا فيك يا تبانا. ويلكم تو سبيد بروجرام. تباتا انت مو بشيبه، انت يبي لك لياقه اكثر، شكل الايقاف مباراتين تعبك. والله يا تباتا احبك يعني اسطورتي بالنسبه لي في الريان، بس تكفى لا تخيب ظني ورد على باقنا. على السلامه. تباتا في البدايه تخوفت، بعدها في التست تمكنت، الحين في الثلاث دقائق توقع ان انت جبت رقم ترد فيه على فاغنر وعلى لوكا، ولا ممكن هم يفوزون عليه؟ Eu acho que eu não quebrei o recorde não, mas acho que em último também não vou ficar não. هو اصر ان يشارك وهي النتيجه. جاهز يا ابو خالد؟ جاهز. واحد اثنين ثلاث. يا ابو يسرع يا ابو خالد.
صراحة أكثر شيء مخوفني وموترني أني خايف عليه، خايف لا يصير شيء، يرتفع عليه الضغط، ظهره يضرب عليه، ترى اللعبة مش سهلة. الله يستر، الله يستر. قول له يا أبو خالد كفو، ما شاء الله عليك 20 سنة، 20 21. طبعا هذه آخر لفة حق أبو خالد، يا يجيب لنا رقم، لا روح روح يبا روح روح أبو خالد يبا مضيع. بالله خالد جاينا وهو سليم، كسر الحواجز بس أهم شيء سلامته. أوب. الحمد لله على السلامة يا أبو خالد. أول شيء أود نظارتك. وين نظارتي عشان أشمعك عدل؟ مش نظارتك، اسمعني عدل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله وصلت سالم. الحمد لله. الحواجز اللي راحت تمشي. وش هو؟ الحواجز اللي راحت أقول تمشي، بس أنت الحمد لله يعني أثبت إنك تقدر. الحمد لله، الحمد لله. أنا هقدر. إيش رأيك في التجربة هذه؟ لا تجربة وايد حلوة، وإن شاء الله بكرة بجيب ولدي إبراهيم يلعبها معي. الكارتينج والدرجات تقريبا نفس الشيء، لكن تختلف جلسة السواقة. تبي مجاملة ولا تبي صدق؟ شوف من الآخر أقول لك إياها، ما حد يكسرها. ناصر جاهز للتحدي؟ وصلنا الجد. توكل على الله. واحد، اثنين، ثلاث. ناصر بادي التحدي بقوة وناوي يكسر الرقم، نفس ما ذكر وصرح يبغى يكون التوب اوف ذا ليست. ومبين عليه ما شاء الله عارف حق الحلبة، ويعني عارف حق الكارتينج بشكل عام مش حق الحلبة. يلا يا ناصر، يلا يا ناصر اسرع. سايتن يعطيك العافية. الله يعافيك. صف الخوذة بس. والله شوف، طبعا كل رياضه فيها تحدي، اذا ما فيها تحدي ما راح تطور المستوى. فانا عندي يعني لما انت قلت لي في ناس تحدى قلت وافقت على اني اجيكم في البرنامج. والتجربه ايش رايك فيها؟ والله ما شاء الله الصراحه فكره حلوه، وان شاء الله نشوف افكار حلوه مثل هذه ونشوف منافسين جداد. طبعا عبد العزيز اخبارك؟ خير ابشرك. أول مرة أشوفك بلبسك شيء داخل القاعة برا على الرمل والوصاخة والصبخة والدنيا. صحيح متعودين على البترول والآيل والغبارة يعني لازم الأوفرول يكون وسخ عادة في سيارة الرالي. اليوم في مكان نظيف أسفلت ومجرب الكارتينج، وإن شاء الله نمتعكم بسواقة حلوة. يلا مسعود، عاش عاش مسعود. رسالة حق كل لاعب، كل شخص دخل معانا في فقرة جو سبيد. الله يعينك. أول شيء نقول لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شيل الخوذة خلنا نتكلم معاك على راحتنا. مسعود ما شاء الله نسمع صوت المطر، أمطار خير على دوحة الخير. أنت متعود أكيد على هالأجواء، بس وين في الرالي؟ صحيح. شو اللي عانيت هني من هالحالة؟ والله السواقة صعبة جدا، لأن مثل ما قلت لك قبل لا نبدأ الحلبة قصيرة 250 أو 300 متر، ففي كل منعطف وفي كل لفة بيكون فيها ماي تخسر الجريب أو التماسك اللي طلعت على الطريق، وهاي كلها يضيع وقت يعني. طبعا الماي ما جاء من خلنا نقول مشكلة في الحلبة نفسها، لا لا، لكن في فتحات الإمرجنسي وكسيفتي وايز مسوينها في الحلبة. لا قدر الله في حالة طواري ولا شيء تنفتح هذا اصلا، فلذلك ينزل منها الماي. بس اتوقع مسعود ما يوقف المطر. والله ما في سايق ما يوقف المطر، اكيد السواقه صعبه جدا من المطر. بنشوف التوقيت بس سيطر. ان شاء الله خير الحمد لله، اهم شيء ما كوعت عليه السياره. درايفرنا اقول لك ان اولى الاكرم ابو تشا. اي وش قاعد تقول انت؟ تاميلندا انت بتشا صغير ما يقدر يفوز. تميم انت بتشا صغير ما يقدر يفوز عليه. خلنا نلعب. انا كلام انت اسمع ولا لا؟ شوف جسمك بفوز عليك. انت ركب سياره يضرب هوا انت تطير. لما تقعد على السياره
السيارة ما بتحرك. زين الحين نروح بدل ملابس شوف مين يقدر يفوز. قرعني يلا يلا. أكثر واحد مينننك اللي هو حذاك تميم. تميم متى صف؟ ثالث. صف ثالث ما شاء الله ومينن العالم ومعاك كريم هالمسكين. أحب ألعوز كريم. أحب تلعوز كريم. والحين أنتم معاي في تحدي جو سبيد وهذه الحلبة والميدان يا حميدان. نجوم السوشيال ميديا معانا كريم وتميم. طبعا نحاس من اليوم لبكره وما راح يخلصون الا نطلع التحدي ومن الاقوى يا كريم يا تميم. واحد اثنين ثلاث. كريم عنده تحدي بينه وبين جسمه، يبي يثبت حق تميم ان جسمه ما راح يخرب عليه، وانا راح اجيب رقم وراح يكون واحد من المنافسين في تحدي جو سبيد. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. أول شيء مشاهدينا للتنويه، أساساً اللي بعمر تميم ممنوع يدخل هالحلبة، لكن احنا سوينا حلقة استثنائية وحطينا له سرعة معينة عشان سلامته، لكن أي واحد بعمر تميم ممنوع يدخل الحلبة. زين، الحين خلصتوا التحدي، تهاوشتوا، وصلتوا. أول شيء، إيش رأيكم في التجربة؟ تميم إيش رأيك في التجربة؟ استأنست لما أكبر باي مرة ثانية. حلو، يعني متوعد فيك يا كريم ان شاء الله اذا الله عطانا عمر وشفنا شفنا تميم اكبر بيتحداك. انت زين كريم، ايش رايك في التجربه؟ والله انا اول مره اجرب هاي، وايد حلو، استانس. لأن شفتوا معنا أهم المتسابقين في فقرة تحدي جو سبيد، وأيضا نبارك لناصر المالكي اللي هو أيضا كان جول وفعل قال راح أكون الأول وما حد راح يجيب رغمي، وفعلا هو صاحب المركز الأول في تحدي جو سبيد من ضمن المتسابقين، منهم لاعبين وأيضا سوشيال ميديا ومنهم أيضا ممثلين وحتى من الإعلاميين. ألف مبروك لناصر المالكي في أول تحدي لنا في أول سيزن يكون في تحدي جو سبيد. ناصر المالكي هو صاحب اللقب. وأيضا حلقة كريم وتميم خذت ترندنج في اليوتيوب، كانت واحدة من أعلى الحلقات في المشاهدة. إيش رأيك في جو سبيد؟ رجعنا الذكريات، التحدي اللي كان بينهم. صراحة جو سبيد هي الفقرة اللي أنعشت برنامج سبيد، هي اللي خلتنا نستقبل ضيوف منوعين ومختلفين، وحصلنا الحماس. عبد الله نفس ما ذكر ناصر المالكي، أنا ما جيت إلا عشان التحدي، وغير الاتصالات اللي كانت تجينا أن نبغى نشارك في هذا التحدي. لحن يعني والله أنا اعذرونا اللي ما قدرنا ندخلكم في هذا التحدي بسبب الضغط اللي كان موجود، بسبب الأسماء اللي كانت مطروحة عندنا، وغير الأسماء اللي نفس بكل ضيف يجي ويقول أبغى أتحدى هالشخص. فقاعد نحاول نرضي الجميع، ولكن نوعدكم إن شاء الله في الموسم السادس أن الكل راح يشارك وكل راح ندخله هذه أنواع من التحديات. وأكثر شخص الكل كان يتحدى اللي هو من ناصر العطية. كان رقم واحد من التحديات اللي يبونه. بس إن شاء الله أن إحنا خشين لكم مفاجآت في التحديات القادمة بإذن الله في الموسم القادم إذا الله عطانا عمر في جو سبيد. وصلنا للختام، لكن أكيد قبل ما نختم نحب نشكر الجميع في برنامج سبيد. راني المصور، راني مصور رجعت تحت، راني مخرج البرنامج، المخرج المبدع يعطيك ألف عافية، تحملنا في التعب التصوير الخارجي بالمعارض أو حتى في الاستديو. يوسف قلاف معد البرنامج اللي للأمانة هالشخص هو اللي دائما تشوفه في القناة من الصبح لآخر الليل، يشتغل بس عشان يجهز لنا أشياء حلوة من اللي شفتوها في برنامج سبيد. المصورين عندنا أحمد الكيالي، أحمد علم، الشيكاغوا، أحمد الوادي بتصوير الخارجي، عندنا سمير أيضا نوجه له تحية، في الصوت عندنا أيهم، وعندنا أنطوان أو طوني سوري، عندنا في الإضاءة نيكولا. لا راني ما تعطيني الاسم دقيقة بس، أشرف يقول لك أشرف ويختفي. طبعا من المونتاج أكيد ما راح ننسى المونتاج اللي هم فعلا اللي اشتغلوا على كل هذه التقارير، عندنا مهدي، وعندنا أيضا علاء الدين مدير الاستديو رولون أيضا. أنا لا أريد أن تقول هذا السبب موجود عندنا
اليوم ايضا عندنا انور مدير الاستديو، ايضا نوجه لهم تحيه من بعد ان شاء الله اني ما اكون نسيت حد. عايشه ايضا من ضمن المصورين كانت معنا في الاستديو، شو اسمه محمد النصف ايضا فني فيديو. اتمنى ان ما حد يزعل اذا نسيت اسم او نسيت عن اسم. بصراحه كل العاملين في هذا البرنامج اشتغلوا على قدم وساق، تعبوا معانا بس لارضاء المشاهدين، نطلع بهذه الصوره الجميله اللي شفتوها في الموسم الخامس. وان شاء الله وعد يا عبد الله معطيني فرصه رايا انا انا لا 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 انا 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 يلا ارجع اشكر انا مشاهد اليوم زين يلا اشكر انا والله كلمه حق بقولها قدام الجد، انا والله العظيم استمتعت معاك في هالبرنامج، في التقديم معك في هالموسم صراحة أمانة. خلي الهواشة قاعد تهاوشها كل حلقة بس والله العظيم متى استمتعت معك. لا والله بالعكس عبد الله، أنا إضافة أنا كبيرة يا عبد الله. بصراحة سعيد جدا، تشرفت إني أقدم معك وإن شاء الله مش آخر موسم. كسبتك كأخو قبل أكسبك كمذيع أو كزميل بالبرنامج، فأنت واحد من أهم الأسباب أيضا الجميلة اللي كانت بالنسبة لبرنامج سبيد إني أقدم معك. ما على زود صحيح زعول كله تبي تطلع من الاستديو بس، ولكن ما راح اخليها بخاطري. احب ايضا من صوبي انا اشكر جميع العاملين الطاقم في برنامج سبيد، اللي صراحه ان اذا كنا ناسين حد يعني يعطيكم الف عافيه، انتم كلكم جزء لا يتجزا من هذا البرنامج ونجاح هذا الموسم. كلمه حق ايضا تنقال، اضافه جميله وميزه، والتغيير الاساسي معدنا العزيز يوسف، يعطيك الف عافيه صراحه على هذه التغييرات. هو ترى العقل المدبر، هو المصايب كلها، ولكن يعطيكم العافية. وراح أقول أيضا ولكن مع الختام عبد الله وصل الختام إن شاء الله وسمنا. ما نكون قصرنا معاكم، إن شاء الله أنكم كنتوا راضيين على هذا الموسم، وإن شاء الله أن بإذن الله عندنا أيضا مفاجأة في المواسم القادمة. ما بيودعهم، ما راح أقول مع السلامة، راح أقول إلى اللقاء بإذن الله. بإذن الله لقاء في الموسم السادس من برنامج سبيد.